بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضرتكم. مصر ستكون لها حكومة جديدة، وبعد أسابيع من الممكن أن يكون هناك رئيس جديد للبلاد، حكومة جديدة، رئيس جديد. المفروض منطقيا أن يكون هناك برنامج جديد ورؤية جديدة ورجال جدد وعهد جديد. هل يمكن فعل ذلك بالنوايا الحسنة؟ هل يمكن أن تكون كل هذه الوعود هي ظاهرة صوتية ووعود كلامية؟ أم نحن بحاجة الآن للخروج من المأزق ومن الأزمة والعبور إلى التقدم والوصول إلى التطور الذي نريده لبناء دولة عصرية حديثة نستطيع أن نباهي بها الأمم وتنضم إلى ركب الدول المتقدمة في إنجازات حقيقية وليست تصريحات أدبية أو عبارات بلاغية؟ نريد في أن يكون لدينا على مستوى المرجعية في العالم أن نكون من الدول العشر الأولى في مجالات يمكن قياسها، مثل التعليم، الصحة، التصدير، الإنتاج، الرعاية الاجتماعية، البيئة، ومن هنا لممكن 100,000 مجال للتنافسية في هذا العالم. أين نحن من ذلك؟ اليوم بينما أحدثكم نحن في ذيل القائمة فيما يختص بالإنجازات الحقيقية مقارنة بغيرنا في هذا العالم. هل يمكن أن نترك الرئيس المقبل يصنع برنامجه وحده؟ هل يمكن أن تكون الحكومة المقبلة الجديدة أو الانتقالية أو التي بعدها التي سوف تأتي عبر أغلبية البرلمان واختيار البرلمان أن تفكر هكذا في المطلق؟ أم لابد للعقل الإيجابي أن يفكر بصوت عالي، أن يجتهد، أن يضع البدائل والاحتمالات والرؤى والتصورات بناء على معطيات من العلم ومقارنة بما يحدث في العالم؟ لا يجب أن نبدأ في اختراع العجلة. العالم وصل إلى نتائج، وصل إلى ما يسمى بكتالوج لإحداث التقدم والتطور. لماذا لا نتبعه ونسير مثله بدلا من بداية اختراع كل شيء من أوله تحت شعار خصوصية التجربة المصرية؟ العالم كله لديه خصوصية، لكنه في أصول التقدم يعود إلى آخر ما وصل إليه العلم ويستفيد من الخبرات العالمية التي توصل إليها العلماء والمفكرين. من هنا فإن ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو أحد العقول النيرة المستنيرة التي تسعى إلى التفكير بشكل علمي، له تجارب سبق أن أثبتها، وهو يؤمن بالعلم ويؤمن بالمعلوماتية، وهو الذي أسس بالفعل واحدا من أهم مراكز التفكير والمعلومات في مصر، وهو مركز مجلس الوزراء لدعم القرار، واستمر فيه لمدة 9 سنوات من عام 90 لعام 99. ضيفنا وضيفكم الدكتور هشام الشريف، الآن أيضا مهموم بشؤون البلاد، يفكر كيف يمكن العبور من حالة الأزمة إلى حالة الاستقرار، والعبور من حالة التخلف إلى حالة التقدم، والانتقال من ذيل القائمة إلى صدارة ومقدمة القائمة في دول العالم. كيف يمكن إحداث التقدم؟ هذا هو الشغل الشاغل الذي يفكر فيه الدكتور هشام الشريف. لم يفكر فقط، ولكن حول أفكاره إلى سطور مكتوبة وبرامج محددة وخطط عملية، وما يسمى بإكزيكتيف بلان، أي خطة عملية محددة بجداول زمنية وشروح تفصيلية لكيفية الانتقال من حالة الأزمة إلى حالة الحل، ومن حالة التخلف إلى حالة التقدم. بعد الاستراحة نتعرف على أفكار الرجل الذي اجتهد وحاول ويفكر معنا بصوت عالي. تعالوا نفكر معه أيضا بصوت عالي.